على التجربه تاعنا. حنديروا اللايف هذا ك كنقاش بيني انا والاخوه. هو كيدير لايف خصوصا في المسجد سيفن فيجرز ويطرحوا سيفن فيجرز. شنو هذا فيه؟ اخوة عمر راح يتكلم ان شاء الله اليوم على من دبي. عمر من دبي راح يتكلم اليوم ان شاء الله على البلاجين تاع الليميت ويتكلم ان شاء الله على البوب اب ترافيك، كيف تجيب الترافيك من البوب اب ترافيك من بابل ادز ولا من اي شبكة وتخدم به من الاربيتراج. والاخ محمد صفراوي راح يتكلم اليوم على طابولة. $500 ممكن تجيبها
500 دولار في اليوم. وقصنا ال 1000 دولار يعني ريسبيليتي راه تقدر توصل ل 1000 دولار. يعني ولكن خايبه هو يعني يعني الاخوه يقدروا يوصلوا 500 دولار الى عرفوا الطريقه الصحيحه تاع استعمال البوت في المغرب، يعني في المغرب سواء او الجزائر او ممكن تونس مصر، خصوصا مصر يقدروا يوصلوا 500 دولار في النهار، خصوصا انه الان عندهم الحل تاع الليميت، يعني يرسل برودكاست اي كميه تاع برودكاست وعندهم الحل تاع الليميت. نعم ممكن. انا كنت انا التجربه ديالي كانت في المغرب في خالد. الحاجه اللي كيبغيو حاجه يعني خصك تكون عربي التقارب. انا بالنسبه لي المغرب ممكن تخدم، والخليج راه خدام هذه الدوله، الخليج خدام وامريكا واوروبا اللي راه خدام. الخليج ارباح ما شاء الله، الخليج ارباح ما شاء الله، واما الدول دي زيترونجي الدول الاجنبيه ارباح ما شاء الله ثاني. نعم اوكي فين خلينا جاي تفضل عاد في البوت البوت مع الليميت. لا اوكي المهم من بعد طورنا البلوجين، البلوجين دابا حاليا راه شي مليان بالضبط، قسم مليان ديال البلوجين باش يشوفوه. اوكي لا ما مازال ما حدش ليا. اوكي تفضل. البلوجين كدير حاجه وحده هي كدير تسوق الحوايج تقريبا. اول حاجه كتحميك من الكليكس اللي كيتعاودوا، يعني شخص اللي بقى يكليك على الاعلان اكثر من مره، انت يعني تحميم العدد ديال تحميم الضغطات، تحميم الضغطات المتكررة. متعدد الناس اليوز. اسمح لي آدم، أنا غير يعني كنترجم أحبابنا في المناطق في الدول العربية باش يفهمونا. يعني البلاجن أول حاجة تحميم الضغطات المتكررة. نعم من عند نفس اليوزر. اللي هو سبب رئيسي في الليميت. هذا هو السبب الرئيسي تقريبا. كاين سبب آخر. هو اليوزر ملي كيدخل الويب سايت. تيكليكي يعني كيلقى واحد جوج فاش دابا شوف هاد المشاكل اللي كنحلوهم الناس ديال الاربيتراج راه لا تيجي تشد من واحد الويب سايت بقي ماشي بالطريقه ديال الاربيتراج راه كنظن ما غاديش يجي في الليل. راه يمكن تحل هاد المشاكل غير باليوزر اكسبيرينس، ولكن حنا ما عندناش ديك لاكجيري باش اننا يعني من نقصوا من الاعلانات ونديروا ويب سايت بقي. الا درنا ويب سايت بقي بدار ولكن اسمح لي عدم اسمح لي ثانيه. انت قلتي انه الا خدمت ليغال ممكن ما يجيش الليميت. ماشي ليغال، راه حنا كنا خدامين ليغال، ولكن كنوي تيجي واحد ويب سايت على الناس دابا اوتوريتي اوتوريتي ويب سايت نهضروا على الاوتوريتي في المغرب. اوكي ويب سايت الكبار وحتى المتوسطين واش هما يعني دابا عندهم مشكل ديال اللي ماشي يقول لك راه عندنا الليميت ما نضربيش هما مع الليميت، غير حنا الصغار حنا اللي كنخدموا في الاربيتراج كنخدموا في واحد الطرق كنضحكوا عليهم. ممكن هما ادم علاش ما نقولوش ممكن هما عندهم سكريبت او عندهم حاجه تحميهم ثاني، ممكن عندهم ما عرفتش. ما نضربش انه يكون عندهم، ما نضربش علاش ما حقاش اللي كان كلشي عنده صح. شو ما عرفت صراحه، ولكن كنظن يعني العقل اللي فكرنا فيها راه ما يمكنش كاع الويب سايت الكبار كاملين كل واحد فيهم حقاش راه كاين اصحاب الويب سايت ما عندهمش مع الديفلوبر ما عندهمش مع الضغط عندهم مثلا عندها غير مدونه كبيره كتكتب فيها المحتوى ديال ريسايبيز مثلا ديال هذاك الشيء، ما تكونش عندها التفكير ديال انها تصايب واحد البلوجين ولا تصايب واحد السكريبت وتبدا تشوف الترافيك ديالها. فهمتك. المشكل هذا كاين. كافي كيفاش كانت قبل استعمال أداة تاع الليميت وبعد استعمال أداة تاع الليميت، وكم كان عندك الانفاليد ترافيك مثلا انفاليد ادسنس كانت تنقص ليك الكليكس او الارباح من الارباح قبل البلاجين وبعد البلاجين، يعني تقريبي ماشي شرط انك تمد ارقام اكزاكتلي. ما صراحه ما بقيتش، ولكن كنظن كانت اسكو كاين تغير كاين تغير جذري
وصلنا يعني ولات كتجينا 0.2 ولا 1 دولار ما كاملاش في الشهر. في الشهر ما كامل عمري فت يعني ملي ولات كندير قبل ولات كندير بلوك كاين باقي عندي سكرين شوت ملي درت البلوك عمرها فاتت 1 دولار يعني ديما 0.2 ولا صفر. ما شاء الله ما شاء الله يعني وهذا راجع وهذا راجع راجع هو تغير باش عرف البلوك خدام. شوف البلوك راه خدام علاش حنا كنديروا ويب سايت فيه البلوجين كنحيدوا البلوجين كيمشي كيجي منين كنرجعوا فاش كنديروا ويب سايت اخر في البلوج قدام. صح صح مثل ما حصل مثل ما حصل مع الاخ يعني راه حصل مع الاخ حسن انه كان حدث لايف انا شفت باش يكون كميه كبيره انا انا كنعقل كاين واحد التاخير ديال الصوت بيني وبينك ولكن نقول كنت كنعقل فاش كنت كندير البودكاست في المغرب وكان عندي واحد الصوت فيه 100,000 وشغل فيه 50,000 اللي هي تقريبا راه والو تقريبا ولكن هذا البوت جمعت هذا البوت اللي فيه 100,000 و50,000 جمعت بواحد الطريقه يعني اخيب نوع ديال الترافيك يعني ما عندهم حتى علاقه بالنيش ولا يعني أسوأ كواليتي يعني ترافيك ترافيك عام نعم 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 طيب جمعش نفسك من غير عام هو عام رمشي خير عام زايد أني جمعته بحال الطريقة اللي أنه يعني كيحملش الويب سايت ديالي كيحملش المحتوى ديالي كيدخل كي نعم نعم بدون جد يعني كتقال يعني كيدور غير جوج ثواني ثلاثة كيخرج غير حقاش درت له واحد العنوان كيخليه يدخل. نعم هذا بالنسبة للمغرب. ما شاء الله كنت كندير بودكاست أدسنس يعني غير كندير بودكاست كيمشي ليميت أقل من 24 ساعة كيجيني ليميت أقل من 24 ساعة ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة إلى درجة أنني البوتات ديال المغرب ما بقيتش كنخدم بهم الشاشبوت ديال المغرب ما بقيتش كنخدم بهم بسبب ليميت من لقينا البلوجين خدمنا البلوجين رجعت كندير بودكاست بهذا الشاشبوت اللي كتصايب ديال المغرب وكنخدم عادي يعني الى ليميت. لا شحال كانوا شحال كانوا تقريبا شحال كانوا تقريبا يدخلوا لك في النهار يعني بالدولار يعني من الشعب من الماسنجر بوت المغربي يعني الاودينس المغربي كم كان يدخل لك؟ انا عندي كان عندي انواع مختلفه ديال الشارج بوت ولكن ندوي على الشارج بوت ديال الوظيفه ديال الوظيفه. هذا بالمناسبه انت كنت خدام في النيش تاع الوظيفه في المغرب خدام في مرجان المغرب وحتى حتى فاش خدمت من الخارج خدمت على الوظيفه وفاش خدمت على برا خدمت على الوظيفه. ان شاء الله يعني انت متخصص في نيتش الوظيفه. علاش هاد النصيحه هاد الدراري ديما جربوا في العرب حقاش رخاص مثلا انا بجوج دولار نقدر ندير سعر النقره يكون رخيص يعني في الاعلانات ديما بداو مع العرب علاش حقاش انت فاهم الثقافه ديالهم فاهم كيفاش كيفكروا تقدر تصايب شاش بوش بالزربه بلا ما تترجم بلا ما اي حاجه جربوا خدم ديك الساعة كنديرو الخارج يعني كنبدا بالدارجة. نعم خصوصا انه في المغرب في المغرب يعني خصوصا انه في المغرب انت كنت تكتب يعني بالدارجة يعني عادي ليست اللغة العربية كنت تتواصل مع الجمهور تاعك بالدارجة. نعم زين ان شاء الله وعارف التفكير ديالهم عارف كيفاش كيفكروا عارف شنو هما الويب سايت اللي كيدخلوا لهم شنو هما المنافسين كتكون ساهل عليك باش انك تطور وتوبتيميزي الشات بوت ديالك. على العكس لا كنتي ميشان على الغرب يعني انت مثلا على الثقافه ديالهم ما عايش معاهم وغادي تصايب لهم واحد الشارجمون كيحل لهم المشاكل ديالهم ما صعيب. ما شاء الله في الاول كتبدا في المغرب ولا في الدوله اللي كتعرف كتحاول تبني الشارجمون ديالك وتبدا توبتيميزي فيه توبتيميزي فيه تيعاون لك يحقق لك دو اكس 3 اكس مثلا. كنديرو انا بعربية كنجربو في الخارج. هذا من نسقسيك ممكن سؤال صافي كيتقطع عندي البيج على الموقع. الان تسمعني مليح؟ نعم سمعك. طيب اوكي انت الموقع تاعك معنا الى كراس الموقع الان تسمعني؟ انا الى دخلت الماسنجر بوت تاعك ودخلت الموقع كيفاش كانت الصوره يعني اللاندينغ بيج تاعك على الموقع يعني اليوزر كيدخل الموقع تاعك كيفاش كان باش نشرح لك
كان شي راه لدرجة ان الويب سايت نعطيك باش نبين لك انا احترافيه. الويب سايت ديال المغرب اللي كنت كنقول منه انا لي زارتيكل، يعني الويب سايت اللي كنت كنقول منه انا المواضيع ديال الفرص ديال التوظيف، هو ولا كينقل من عندي انا يش المحتوى ديال الشاتموش، ولا كينقل من عندي شي حوايج في الويب سايت ديالي. نعم يعني انا لا كنت عقل صيفط لك واحد سكرين شوت ديال هما فاش انا بديت الشاتموش ديالي لي زوفر ديال العام. كنا خدوم عندهم في الشاشبوت ديالي، دارت واحد الشهر وليت كنشوفهم هما داروا الشاشبوت وكينقلوا مني انا داكشي اللي كاين عندي في الشاشبوت. فهمتك نعم. نقدر نسالك واحد دقيقة أنا برك نتأكد اللايف بزاف يقولوا بلي راه يتقطع. خاوتي واش يتقطع ما تسمعوش كامل ولا يتقطع شوية ولا ما عرفتش حيت عندنا دو كونيكسيون في زوج راه جربناها. أوكي نسألها فقط. بالنسبة لي أنا عندي مزيانة، عندك مزيانة. اللايف يتقطع بزاف. واش الصوت ولا الصوره اللي تقطع خاوتي؟ معرفتش مشكل واحد دقيقه فقط نشوفو المشكل تاعك يتقطع شويه مشكل كاين اخويا. يقول لك شوفوا واش يعني يتقطع ولا مازال قولوا لنا باش نكمل ان شاء الله. دابا مزيان، دابا دابا مزيان. اوكي تفضل ادم. اذا كان يتقطع ولا نشوفوا ادم. ادم وين وصلنا؟ كملنا وين وصلنا على الموقع تاعك؟ الموقع الشكل المهم هذا باش يبان انه احترافي. يعني كان الويب سايت اللي كنت كنقل منه المواضيع، ولا كنقل من عندي الديزاين، ولا كنقل من عندي الشاشبوت مقلوب من عندي. هو معروف وقال سميتو 24 الوظيفه شي حاجه بحال هكا، ما عقلتش ليها. اوكي اللي كنت كنقل منه المحتوى. اوكي ادم انت في الاربيتراج تاع الماسنجر بوت، جربت الباجينيشن اللي هي تقسيم الصفحات، وجربت الصفحات الطويله. انا خدمت فاش خدمت على اوروبا ولا امريكا، هي فين كنت كندير الصفحه الطويله. ولكن في المغرب ما كنخدم بحال البيجز، يعني النيكس ماشي النيكس والباك بوك، ولكن كندير افكار اخرين. مثلا في العروض ندير مقال ديال التوظيف ونقسمه وندير الباك والنيكس بوك. لا ما كنقسمش انا المقال، كنعطي المحتوى ديالو وكنزيد لتحت كندير ليه واحد الباك وكنقول ليه مثلا سجل استماره باش ندفعوا لك الطلب ديالك. اوكي مشكل سير عادي تفضل. في العروض ندير النيكس والباك بوك، كندير شي فكره اخرى اللي تخلي اليوزر انه يتصفح بزاف ديال الصفحات. نعم. علاش ندير نفس الباك بوك؟ علاش كندير لي؟ كندير لي مثلا فورم ديال التسجيل، مثلا هو كيقلب على وظيفه ياك، تسجل على عندنا وغادي نرسمو لك وظائف ولا نرسمو لك الطلب ديال ديك الشركه. كيفاش غنديرو ذاك؟ غنديرو لي مثلا فورم، عندي فورم وحده باش نقسم على اربعه ولا خمسه اسئله. مثلا السؤال الاول فين كتسكن؟ فين المدينه؟ نخلي عزل المدينه تما ندير اعلان، ندوزو عاوتاني نفس الفورم ولكن مثلا 5% تولي 10%، يعني نفس السؤال اخر. انا كنت نبارطاجي معاك الصور باش تشوف كيفاش كنديرها. لو تفضلت ادم تكون مشكور ان شاء الله. غادي يبان مزيان ولا ما غاديش؟ طبعا ادم انت طبعا ادم كلنا لا
اوكي ادم تقدر تدور الفرونت الفرونت ودير تليفون حتى التليفون هنا. اوكي جود جود ناو جود اوكي اتوريهم شوف شي اوكي استمارة الطلب اوكي 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 جود جود في العوض من دير نيكس والباك بوتل كندير كندير واحد السؤال كيولي الانسان كيتفاعل يعني يعني بطريقة الكويز يعني بطريقة الكويز جيد شكرا جيد ادم ممكن بعد فتح عليها في الستوري تاعتك ممكن تبارطاجي هذه الصوره لو كان موجود هذا هو الموقع كيفاش كان هذا اللوغو ديالو اوكي هذا هو المقالات كيفاش كانوا كيبانوا قبل اوكي وظيفه هذا من بعد لو أوكي. تفضلت ادم تشاركهم في الستوري عندك وانا نحطهم في الستوري عندي باش يشوفوا الاخوه اوكي جود جود تفضل كمل ادم يعني هو نيكس وباك بوتل هي مزيان ولكن في بعض الحالات يعني هنا فين كتجي اليوزر اكسبيرينس يعني في العوض من ندير نيكس وباك بوتل ما ندير شي حاجه نبدع فيها شي حاجه اللي غنشوفها مزيانه وغادي تبين ان الويب سايت راه تيراد نعم 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 اوكي ادم ممكن في الاخر ماشي كنكذبوا على الناس كنقولوا لهم في الاخر كنشدوا لي زوفر كنصيفطهم لديك الشركه غير هو في العوض ميصيفط الايميل ديالو كنصيفطهم الايميل ديالنا حنايا انا عني يعني شخصيا ادم انا كيما تعرف انت وتعرف المواقع تاعي كان كنت نخدم فيهم في الماسنجر بوت قبل الليميت هو كنت نستعمل اربيتراج ماشي يعني بطريقه مختلفه على الاربيتراج القديم واللي هو انه ندير صفحه كامله يعني الارتيكل المقال كامل تاع الاربيتراج ومن بعد نشارك معكم النيتش ويعرفوه يعني الاخوه وكاين اللي يشتغلوا فيه النيتش تاع المسجل قلت لي كنت نشتغل عليها انا زوج نيتشات كنت ندير صفحه طويله كنت ندير الهيد تايتل من تحت التايتل يعني جربت يعني تجربتين يعني فوق التايتل ندير اعلان اختياري عندك انت تعمل ريسبونسيف او تعمل 350-280 نظام والله نحطه تحت التايتل هذا هو الاعلان الوحيد اللي نحطه انا في الصفحه تاعي كامل يعني لما نرسل انا اليوزر من المسنجر بوت ويروح للموقع تاعي يلقى فقط اعلان واحد اللي هو في بدايه الصفحه يعني اول حاجه تواجه في الموقع تاعي هو الاعلان والاعلان بالطبع كما كنت تشوف ادم في الموقع تاعي هو اعلان مستهدف نفسه نفس الكونتنت على فكره انه انا كنت اشتغل في النيتش تاع سكولارشيب والايميجريشن واكثريتها سكولارشيب السكولارشيب ام بي اي الار بي ام كان يوصل من يعني اقل حاجه من 100 حتى 500-600 ولكن 500-600 ما يكونش ثابت باش ما نغلطوش الاخوه ولكن اللي ثابت هو 100 ولكن كميه ترافيك هي اللي تتحكم في الار بي ام لانه ترسل كميه ترافيك $1000 في النهار ماشي هي اللي ترسل ترافيك تاع $10,000 يعني ينزل الار بي ام ولكن الار بي ام اللي كان ستابل عندنا كامل هو كنا نتعاملوا بالاورو عندما تفكرت هو 100 أورو 180 يعني كانت الـ RPM توصل في بعض الدول توصل حتى الـ 1000-2500 ولكن باش ما تغلطوش الإخوة اللي يتبعوا فينا ما هيش ستابل تاع 1000 ولا 2000 يعني باش ما تخلعوش وتقولوا واو شي حاجة والله هو ما مش ستابل ولكن اللي ستابل يعني اللي غارونتي على مدة استعمال تاع المسنجر بوت يرسل كمية كبيرة من الترافيك كمية كبيرة نقول كبيرة يعني كبيرة هي من 100 حتى 200-250 RPM هذه اللي كانت يعني كنا نجينيريوها ستيبل في الترافيك تفضل ادم ممكن ادم نتحدثوا على نبسطوا الاخوه باش يفهموا احنا طريقه العمل تاعنا انا كنت ذكرتها في المؤتمر تاع المغرب نتكلموا كاننا الان راح نعملوا واحد الكامبين والله واحد المسنجر بوت مع بعض باش نرسلوا الترافيك مثلا ممكن نستخدموا دوله المغرب او ممكن نستخدموا احسن حاجه هي دول الخليج مثلا وممكن نطبقوا على سكولارشيب او الوظيفه اللي تبغي انت ممكن تبدا انك تحكي كيفاش تعمل الحمله في الله مسنجر بوت تمبليت يعني اللي تخدم به انت مثلا اوكي ولكن حاولوا نبداو اول حاجه قبل بالفكره ديال الشاج بوت حقاش حنا بالطبع ماشي نخدموا الاربيتراج اللي نقلبوا على مقال دابا حنا راه نقلبوا على فكره راه فرق بالطبع ملي حنا كنقلبوا يعني قبل ما تبدا تبني بالشات بوت ديالك اول حاجه خصك تكون عندك الفكره اللي غادي تحولها للشات بوت وماشي يعني اي حاجه تحولها للفانل يعني تحولها للفانل نعم أوكي. وماشي اي حاجه قبل انها تولي شات بوت يعني ماشي اي مقال تقدر تشعل بلي شات بوت ولا اي فكره بالطبع خاص الفكره ديالك
ولا الاي دي اللي عندك تحاول تكون عندك تحل المشكل، تكون كتحل المشكل ولا عندك واحد القيمه كبيره واحد الفاليو كبيره. اوكي هي اللي تقدر تحول للشاطبوت. نعطيك مثال، انا كنت خدام على وظيفه، الناس راه محتاجين وظائف، يعني علاش نحتاج واحد الفكره اللي كتحل المشكل؟ نعم علاش نحتاج واحد الفكره اللي كتحل المشكل؟ حقاش انت دابا انت كطلب من اليوزر ماشي غير يكليكي على الاعلان، كطلب منه انه يكليكي ويجاوب. نعم. ويدخل. نعم. ويتسهل وتوصل النوتيفيكاسيون، يعني كطلب منه بزاف ديال الحوايج. اذا ما كنتيش كتقدم لي واحد المقابل على هاد الطلبات ديالك انت، راه ما غاديش يبقى معاك، يعني غير غادي تسولو غادي يمشي. هذاك الشيء خاصك تكون تقدم لي واحد المقابل كبير ولا كتحل لي واحد المشكل كبير باش يلاه يبقى. حقاش حنا في الشاشبوط راه كنطلبوا من اليوزر يدير بزاف ديال الحوايج، ماشي غير حاجه واحده. في الاربيتراج العادي كنطلبوا منه غير كليكي ويدخل الويب سايت فقط. هذا هو الحلم ديالنا في الاربيتراج العادي، ولكن في الشاشبوط كنطلبوا منه انه يكليكي على الاعلان ويجاوبنا ويدير الاوبت ان عندنا في الشاشبوط ونسولو شي اسئله ويجاوبنا ونديروا ليه كل نهار نوتيفيكاسيون. يعني الا ما كانش مرتبط بينا حنا وما حليناش المشكل ما غاديش يبقى عندنا. على هادشي فاش تبغيو تبداو واحد الفكره دير شاشبوط، حاولوا تقلبوا على شي فيك تحل المشكل. نعم. ولا تكون عنده واحد الفاليو كبيره، يعني اليوزر يقدر اوكي. ادم انا راح نتكلم معك كمبتدئ، راح نتكلم معك كمبتدئ وتحكي التجربه تاعك ممكن نحكي التجربه تاعي. انا الان الى سمعت الكلام تاعك وحبيت نخدم مثلا جوبز في المغرب والوظيفة في المغرب، تقدر تقول لي كيفاش ندير ولا منين نجيب الوظائف، كيفاش نعمل، كيفاش راح يكون السيكونس ولا الفانل تاع البوت؟ هذه الفكره انه اللي شاهدتها انا وياك انه كثير 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 اللي يستعملوا الماسنجر بوت يستعملوه بطريقه خاطئه، ماشي كامل ولكن اغلبيه اللي هضروا على الماسنجر بوت واللي جربوا الماسنجر بوت هما اللي علموا الماسنجر بوت دووا عليه بطريقه خاطئه، واللي هي يظنوا انه الماسنجر بوت يعتمد فقط على البرودكاست. نعم. ولكن القوة تاع الماسنجر بوت هي في الفانل اللي راح نتحدثوا عليها الان. نعم. 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 انا 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 كمبتدئ الان، انا كمبتدئ الان وبغيت نخدم الجوبز في المغرب، واش تقدر تقول لي مثلا اشرح لي بطريقه مبسطه، ما تقدر ماشي ما تكونش معمقه لانه من بعد ممكن نديروا بوست للاسئله والاجوبه ونجاوبوا الاخوه ونديروا فيديو. اطرح لي قدم لي طريقه مبسطه كيفاش نبدا، كيفاش يكون الفانل تاعي، كيفاش يكون السيكونس داخل الماسنجر بوت، في اي وقت نرسل لنا السيكونس اسكو نرسلو اول ثانيه اللي يدخل فيها اليوزر من عند اعلان فيسبوك للماسنجر بوت تاعي، وشو التوقيت الفاصل بين كل سيكونس او بين كل رساله ورساله. تفضل وش يكون داخل المسجز الرساله اللي تكون داخل المسجز. اوكي انا وياك تيستينا بزاف، يعني تيستينا بزاف ديال الطرق، يعني برودكاست وسيكونس وفيرال. نعم. بالنسبة لما جات ديال الشاشة واش مشينا نطيحوا على التوليفة اللي مزيان. اوكي. نعم. المهم حنا غنعطيك من لاصق، يعني ما غنحاولوش نعطيكم يعني الهضرة اللي غادي. نعم اعطيني انا حبيت نبدا الجوبز، انا حبيت نبدا مبتدئ، حبيت نبدا الجوبز. انت اعطيني. نعم. هي كتقسم على جوج حوايج، نجيب السبسكرايبر واللي عندي سبسكرايبر نجيبو، هادي بوحدها. وكاين الجزء الثاني هو تمونيتيزي داك السبسكرايبر، السبسكرايبرز اللي عندك ديك الليست اللي عندك تمونيتيزي. اوكي شوف كنديرو سيكونس وحده فيها خمسه او على حساب. حنا كنا كنديرو، انا كنت كندير 8 تكتيك ديال كنا نوصل حتى ل 10، انا كنت نوصل حتى ل 10 12 13 رساله يعني في يوم واحد او تقريبا يومين، ولكن انت كنت ما تمشيش اغريسيف. انت تكتيك تي اغريسيف بصح. نعم. انا كنت خمسه وكنت انا كنت كندير ثلاثه اربعه وكنقول راني درت بزاف، كنعيط لحسام كنقول له راني درت اربعه كيقول لي درت 12 ولي ولكن انا كان يجيني البلوك بزاف في الماسنجر بوت وانت ما يجيكش. كان كيجيني ولا كيجيني معقد من بعدها مش عرفنا شنو هو السبب ديال الكوب ديال الناس. نعم. المهم التوليفه الصحيحه هي كالتالي، كنصيفطو لي سيكونس الاول، هو سيكونس وحده ولكن فيها بزاف ديال لي برودكاست، هي كتسمى سيكونس كنديرو فيها بزاف ديال لي برودكاست. سيكونس هو عباره عن رسائل، خمسه اوقات متطرة مجموعة ديال سيكونس هو عباره عن رسائل. نعم. نعم مجموعة ديال الرسائل وكيكون كل وحدة عندها الوقت التوقيت ديالها. نعم. باش ماشي علاش كاينين الناس اللي كيديروا بودكاست مثلا كيجمع 50
يدير بودكاست وصلهم دوك الناس تاع 50 الاولى وصلهم بودكاست كيعاود يجمع مثلا 50 قرا كيعاود يصيفطني نفس داك البودكاست اللي صيفط دوك 50 لو سمحت رجع شوية الكاميرا للوراء باش يشوف شوية تابتة فقط جيد تفضل آدم عندنا البروسيس تاع مسج البوت. اوكي هنا كاين واحد كويك ريبلاي كيتعطل واحد شوية باش يبين انه كأنه انسان اللي كيدوي يعني نعم ماشي بوت. حاول تخلي ديما الشاش بوت ديالك يبان على انه انسان. كما لاحظوا ادم انت في اخر الفقره سالته هل انت مقيم في المغرب يعني انت اوتوماتيك هو راح يجاوب انه مقيم او ممكن انك تساله هل جنسيتك مغربيه السؤال الفرد يقول لك نعم ولا لا يعني في طريقه الى جواب لا الى الى جاء ولا نعم موت. اوكي شوف علاش حنا ما كنسولوش نيشان كنقولوا ليه علاش ما كنقولوش ليه التسجيل ولا اضغطنا عاد في الرسائل ديالنا ولا هذيك كتجمع لك اكثر من السؤال الاخر يعني ملي كتسولو سؤال ما عنده حتى علاقه بالمحتوى كيجاوبك ملي كتقول ليه هل انت مقيم في المغرب في المغرب يعني هو اذا كان مهتم بالمحتوى او لا راه هو غايدير نعم ولا لا يعني واخا يكون مهتم بالمحتوى ولا غير مهتم راه غايجاوب على السؤال انت ملي كيجاوب على السؤال صافي راه ولا سبسكرايبر ديك الساعه يعني نعطيك مثال اخر او ثاني هذا راه نفس الويب سايت ولكن مقال اخر يعني باش توصل 500 دولار راه خاصك دير بزاف ديال المقالات راه ماشي ممكن تعمل زوم ممكن تعمل زوم شويه الاخوان غير رجع شوي اوكي هذا مزيان احسن الان احسن اوكي كما تلاحظوا الان هو هذا اعلان خاص بالماسنجر بوت الوظيفه كما شفتوا الرساله الاولى اللي كانت تلقاها لما تضغط على البوتن كليك مسج كاسن مسج هي الرساله الاولى فقط اللي راح تلقاها باش حنا نحولوا الزائر الى سبسكرايبر عندنا في البوت يعني من بعد ما يتلقى الرساله الاولى يكون جاوب نعم او لا راح من بعد يدخل في الليست اوف سبسكرايبرز عندنا اوتوماتيك احنا نكون موجودين واحد القائمه تاع رسائل متفرقه حسب من بعد ممكن بعد دقيقه او دقيقتين تجي الرساله الثانيه اللي يكون فيها الويب سايت اللي تاعك يدخل دايركت من اللينك اللي يشوف فيه الوظيفه من بعد نخلوه 5 دقائق او 10 دقائق نرسل له المقال الثاني تاع الوظيفة يدخل الموقع من بعد 15 أو 20 حتى 30 دقيقة يدخل من رسول اللينك تاع المقال الثالث يدخل الموقع تاعنا من بعدها تقدر تفرق ممكن ساعة ساعتين المقال الرابع
من بعد تخلي فارق شويه كبير في الرساله الخامسه اللي هو تخليه مثلا 4 حتى 5 ساعات، يعني بعد 5 ساعات من التسجيل تاعو راح تجي رساله تقول له هذا هو المسنجر بوت ببساطه، يعني يحتوي على 5 حتى 6 7 رسائل ترسلها انت اليوزر وتكون اوتوماتيكلي بروجرامد، يعني يعني انت تكتبها فقط وهي تخدم وحدها، هي تمشي ترسل للزائر اوتوماتيكلي، يعني ما تحتاج منك والو، انت تكتبها فقط مره الاولى وتترسل اوتوماتيكلي لاي زائر يعمل سبسكرايب من فيسبوك. لجينا نشوفوا الشاج بوت راه ساهل، يعني الفكره ديالو بسيطه، راه الناس في الساعه الكورا ابسط حاجه هو الشاج بوت صراحه. شي ممكن ادم هذه حاجه ما تكلمناش عليها، ممكن في اخوه ما فهموش ولا الوقت ذهبنا باسكو الان ما حنا طلع اللايف باش نعاود نبدا لايف جديد معاك ونصايبوا الاخوه، ممكن من بعد نقدروا نديروا لهم فيديو ونلوحوا في انستغرام وفيسبوك يعني كيفيه بناء مسنجر بوت يعني شات بوت، ونعطيهم الطومبلات اللي كنا خدامين بها هذه، يعني شرح مفصل باذن الله. اوكي طبعا الاخوان عملوا لهم فيديوهات تفصل سواء فيديو واحد او اثنين، ممكن جدا ممكن علاش لا ملي كنت بعد الوقت نعملوا لهم لايف مفصل انا وانت على المسنجر بوت وعلى حوار المسنجر بوت. انا ممكن فقط انك تشارك معايا اللينك بتاعت لايك باربيك ادم، شكرا بزاف. على بالي مازال عندك كلام بزاف، مازال عندك باش تهضروا، على بالي الوقت ساعدنا، انت خديت اكبر يعني مدام الوقت في اللايف نستضيف معك. الله يحفظك شكرا. ممكن تزيد نعملوا لايفات انا وياك شكرا. هذا من الوقت نعم شكرا. نستضيف محمد صفراوي من تركيا، شكرا حمد لله. شكون يطلع لفوق؟ هو شخص حقيقي لكن الروبوت نتاع ارتيكل فوق كيفاش تقرا امبالي هنا البلوتوث زعما صراحه الدراري طرافوا عليهم كان عارف يحل زوج مسائل، يعني هذه القضيه نتاع باسي واحد المده دونك غادي نحلوا المشكل الاول نتاع البوتات اللي غادي يجيو ولا الاشخاص اللي هما حقيقيين وغادي يضغطوا بديك الثواني الاولى، وحل المشكل الثاني بزاف المرات يعني حتى هذا مشكل من المشاكل اللي كاين. يعني محمد لو سمحت البو تقدر عندك اختيار انك تخلي الاعلان تاع ارتست يعني يظهر بعد ثواني وهذا اقتنع انت كتحكم باش يعني استغليت هذا البلوجين كيفاش خدمت ليه عن طريق يعني الماتيب ارت. انا الماتيب ارت يعني اللي
كنتفرج عليه بزاف كورسات الاخوان كامل كيعرفوا باش كنخدم يعني كنركز على فابولا بزاف كنخدم حتى بالاوتبريت ولكن فابولا كنصنفو يعني بالنسبه ليا يعني هذا امر شخصي ديالي كنصنفو يعني احسن يعني الريسورس اللي كنجيب بهم نعم كنت تعمل the top كنت the top on traffic نعم يعني القضية هي اللي هي اللي كاينة أنا كيفاش الأول من اللي كنت كنجيب طبعا كنت تبع يعني كل مرة شكون القضية كنت شرحتها يعني شكون البوتات اللي هذه تفسر لي ترافيك يعني عبارة عن بوتات اللي موظفين اخرين يعني صراحه حتى الارباح يعني مثلا نقول لكم اذا كنا مثلا نعطي واحد رقم الا مثلا كنا نديروا انكا في النهار دابا تقدر توصل حتى 16 7 انكا تقدر تسكيلي يعني من دون خوف بدون خوف يعني وزدنا غطاء ثاني زائد انني كان الاناليتيك كنعرف من كنجيب الترافيك يعني محمي يعني محمي وخلاني نزعف الحاجة نقول يعني حتى دابا الحمد لله يعني حسن نظن الأخ حسن نظن أخ حسن هو اللي معتاد وما جانيش الليميت صحيح وأحسن تجري هو انه يعني يعني نعم هذا هو اللي تاكد من الدراما الدوليين يعني كيفاش كان ما شاء الله الاربيتراج ديال اللي كانت معاه والحمد لله لحد الان يعني النتائج غاديه مزيان الايرويز زاد طلع يعني خلانا نزعموا اننا واخا انني بزاف الحسابات وكل واحد كيمشي فيه شويه شويه ولكن هذا خلاني انني نزعم يعني ان شاء الله ما بقاش يعني بلي كونديسيون اللي خدام واللي خلاني نطلق لي فراغ ونبقى خدام يعني مفتوح الحمد لله بالنسبه للقضيه نتاع السيرش السيرش نعم يعني السيرش الحمد لله كان يعني في المده الاولى نهضر لان لما ذكرت الباركي دومين وما هضرتش عليه بزاف اليوم غادي تكون مناسبة باش غادي نهضر عليه الباركي الدومين انا هضرت على كيفاش كان مع جوجل في 2018 جوجل ادسنس كانت فاتحه واحد المنصه انك تحط لها الدومين وتحط اعلانات يعني بحال تكري لها الدومين ديال من 2012 اللي هنا وقتها خلات غير السيرش حنا استغلينا بطريقتنا انت كنت شفت يعني كنت فاصلت معك يعني كيفاش انا قدرت نطور يعني واحد سكريبت واللي نقدر نافيشي فيه بطريقه ذكيه يعني اللي زاد السيرش راح تكون عليه نتائج كثير لسؤال حد يعني لما هذا مشكل يعني دائما كيأثر اللي واقعين فيه الاخوان هو لما كيخرج الامر أو. قلت لك مشكل واقعين فيه الاخوه الان في طريقه السيرش انا نبي نقول علاش وشنو اللي خلاه يجي يعني نعم. هذا هو نعم. هو اغلب فقط محمد اسمح لي واحد دقيقه كاين ناس مبتدئين معنا ولا خدامين اربيتراج وما عارفينش واش هي طريقه السيرش لو تقدمها لنا بعجاله فقط واش تقصد طريقه السيرش في جوجل انا السيرش كان في بوجوز من باركي الدومين يعني لما نقول باركي الدومين كانني دومين غادي نكري لواحد الشركه وانا كنجيب له الترافيك وهي كتستافد من دوك الترافيك اللي كنجيب انا عن طريق الاعلانات ديالي يعني هي كتطلع في سكري هي كدير كل يعني انا يكفي انني نحط الدي ان اس ديالها في الويب سيت ديالي وهي تتكلف الامور الاخرى كامله
كانت المسألة كانت في جوجل، يعني نهضروا على جوجل بين الشركات اللي كيديروا هذه القضية نتاع البارتي دومين. 2012 حيدت البلاتفورم وخلات ديك السيرش. السيرش يعني كاين طريقة تقليدية أنك دير الأول، يعني دير داك طلع في السيرش والناس تفضل لك، لأن أنا والأدس الذي يخرج في النتائج لما يضغطوا عليه هذا يكون السيرش بيسي ديالو مرتفع. حنا طورناها بطريقة أخرى، أننا خلينا حنا نفرضوا ولا حنا نبروبوزيو على الزائر يعني شنو هما النتائج اللي غادي يقدروا يكونوا. المشكل اللي وقع هو لما خرجت يعني الموضوع نتاع السيرش، ربما الاخوان ما عرفوش يستغلوها يعني بطريقه ايجابيه، وهذا جوجل طبقت يعني صراحه من حد الان ما عرفناش يعني فين غادي تمشي الامور. يعني طريقه اتس جوت سبامد، يعني هي طريقة نشتغل بها أنا من مصفان، يعني طريقة ليك لا نحكي على الأخوة، نحكي على الأخوة مش أنت محمد. يعني ما دام جوجل قد صار مع يعني عاود تاني الآن خاصنا نلقاو الحل ديال الليميت ديال السيرش، ولا حسابات جداد اللي فيه بالسيرش، ولا شنو هو المشكلة؟ لا هو أنا قلت لك يعني خديت تقريبا شي 4 أيام ولا 5 أيام. كانوا عندي مواقع، يعني عندي حسابات مكري فيهم السيرش يعني بشحال هذا، والإخوان في خدمة السيرش اللي فهموا شنو غادي تقول. السيرش لما يعني ولا هو الكود بارتنر نتاع بيب، واحد الكود يعني الناس اللي كريات السيرش يعني سابقا تلقى الاي دي كله عبارة عن أرقام، يعني ما فيش حروف، كله أرقام في السيرش بدون مشاكل. هذه الحسابات الجديدة اللي كلها في السيرش إذا مشيت تشوف البارتنر وتشوف النتائج يعني كيفاش كتخرج، غادي تلقاو البيب نتاع الكود نتاع البارتنر في بيب واحد الاي دي سلا يعني تيري، واحد الاي دي اللي فيه واحد الزالفابي مينيسكيل يعني حروف. هادو ما كيطلعش عندهم السيرش، كيطلعوا في النتائج اللي طالعين في الاورغانيك يعني في هادو ما كيطلعوا، يعني ما تبقاوش كيطلع لهم الارض. يعني جوجل طبقت هاد المساله نتاع الحسابات الجديده، حيدت لهم الارض. اللي دخلنا بحثنا انا والاخوان يعني يونس قاسمي وهادي، لقينا باللي خلات واحد الرساله يعني هادي كانت سابقا وكاينه حتى في الحسابات الاخرى اللي عندي شغالين، خلات بانه تجيب واحد الجوده عاد انها تطلع للطرف. حاولت انني يعني بنفس الطريقه نتاع الحسابات اللي ما خدامين نجيب لهم جودة مزيانة، يعني عندي مواقع كتجيب النتائج من السيو يعني أحسن يوزر يعني أحسن طرف تقدر تجيبه هو نتاع محركات البحث بالأخص جوجل. حاولت نجيب لها هذاك الترافيك يعني وندير له علاقة مع شنو أنا في طلع البحث، يعني هذا يكون ترافيك قوي. ولحد الآن يعني تقريبا التجربة دامت واحد الشهر ولحد الآن مازال ما طلعتش. يعني أنا كنقول بلي جوجل وقفت هذه المسألة، ولكن يعني أنا كنظن أن ما عندهاش الربح أن هذه تبقى موقفها واحد المدة كبيرة، لأن العدد اللي كانوا شغالين معها هذه شحال ما نظنش أنه كافي. نظن أنهم غادي يولي يطلقوا، ولكن نتمنى من الإخوان يعني دائما كنقولها أنهم يخدموا يعني بطريقة ما يحاولوش يعني يريبوا الخدمة على واحد الناس اللي كيخدموا بطريقة. بالطبع. محمد، موضوع السيرش كبير بزاف من بعد نعاودو نديرو ممكن كما قلت نفس الشيء مع ممكن نعملو فيديو مفصل او ممكن نعملو لايف مخصص ليك انا وانت. الان واش المعلومه يعني الثانيه اللي ممكن تقدمها باش من بعد دقائق ان شاء الله لما تكمل ما انا ما نبرزطكش، خذ وقتك باش من بعد نقدم عمر فقط لانه باقي 30 دقيقه تقريبا على اللايف باش يسالي. انا زعما هادشي اللي نقدر نقول يعني عطيت رايي ديالك مخلوقين بالنسبه للروبوت نتاع الاطسن. الله يحفظك. وانا كنظن بان هذا خويا حسن يعني الناس اللي عرفوا، وهذا عاد تقول كذلك كما قال اف ادم، ما نستغلوش بطريقه يعني سلبيه باش واخا يخرج للعموم، يعني نخليو ديك الفكره ان شي حاجه اللي خرجت للعموم تبقى عاد شغاله. محمد لو سمحت نقدروا من بعد يعني من بعد اللايف يعني ايام تكون ايام مناسبه نعملوا الاحباب والاخوه اللي راهم يشاهدونا خصوصا المبتدئين، خصوصا اللي حابين ومتشوقين يبداوا المجال سواء مسنجر بوت او سيرش او باك دومينز، نعملوا لهم واحد الفيديو مفصل مثلا للاخوه نقدموه لهم باذن الله. ما عنديش مشكلة خلاص، أنا عارف دائما الباب ديالي مفتوح حتى الإخوان اللي تيجي يسألوني الله يحفظك أكبر عدد تقدر تعليه
دوك ديالي مشوار كيما انا تعلمت يعني حاب نعلم يعني ان شاء الله اخوان كاملين يعني العرب ماشي غير المغاربه ولا الجزائريين يعني اي واحد جا مرحبا انا دوك ديالي دايما مرحبا وش هي اللي كان اللي كنركز فيها هي الاخوان يخدمون في بيزنس وهذا بيزنس اللي انا عودته يعني بوظيفه الاخوان عارفين كيفاش انا مريت يعني من وظيفه خدمه اونلاين وبالاخص طريق اربيتراج يعني يحاولوا يخدموا بطريقه يعني قويه ويخليوا الكابيتال اللي يطوروا بها يعني اللي هي حياتهم انه بيشهم فيه ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك محمد بارك الله فيكم والاخوه اللي كثير من الاخوه يحسوا انه اللايف ما كانش فيه مثلا تعب كبير ولا الوقت ضيق الوقت لانه معنا ثلاثه شداد اليوم ما شاء الله عليهم نحاول باذن الله انه نعمل لايف تفصيلي مع كل صديق محمد وادم وعمر يشرح لكم المجال يعني كل واحد ياخذ وقته بالتفصيل انه يشرح لكم المجال ان شاء الله الله يحفظكم خوتي محمد شكرا تبارك الله عليك لا حفظ موفق محمد ربي يحفظك شكرا وشو دايرين شوف ما في اسم تجربة اوكي كتير كتير بس
الله ان شاء الله احنا حنجاوبوا عليها ان شاء الله. بزاف اسئله راه كيطرحوا الان. انا نقول لكم نحبكم بزاف 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 بزاف. يو ار هير كاملين كاملين وان شاء الله راح نعاود نوعدكم ان شاء الله. There will be a lot of content on my account ان شاء الله. فيديوهات لايفات مع اللي خدامين اربيتراج ان شاء الله. نحبوا نساعدوا نساعدوا المبتدئين على بالي ما نقدروش نساعدوا المبتدئين بواحد الطريقه اللي حتكون مفصله, ولكن نوعدكم انه فيديو المسنجر كنت راح نعملو انا و قضي دقيقه اللي راح نعملو انا وادم ان شاء الله راح يكون مفصل جدا. يعني اي مبتدئ يعمل يستعمل الفيديو اللي راح ناخذوه يدخل دراهم باذن الله. ربي يحفظكم خاوتي. يو ار هير $100 تاع تسرح تاع تطلع.